بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في جدة، وصلنا أمس بالليل حوالي الساعة 10 بالليل. قطعنا مسافة بحدود 2500 كيلو متر من الرحلة. كان يوم جميل وشيق، واجهتنا بعض المشاكل في الطريق، صار عندنا مشكلة في أحد الدرجات، حلينا المشكلة، كملنا طريقنا والحمد لله كانت ميسرة بسيطة، خصوصا في الفترة من بعد الساعة 5 العصر كان الوضع جدا ممتاز، والحمد لله رب العالمين. بكرة بإذن الله راح نشحن إلى السودان. تحياتي.